بسبب حوادث الطرق التي تحصل عبر الدراجات الهوائية والدراجات النارية. واعلم أيها الأب أنك مسؤول عن ولدك، هذا الطفل أو هذا الفتى الذي يمشي بسرعة خارقة على الدراجة الهوائية أو الدراجة النارية، ولم يتعلم إشارات المرور ولا يعرف عن شيء منها. تحصل لدينا في المجتمع حوادث طرق مخيفة ومروعة، واعلم أيها الأب أنك مسؤول عن ولدك. إن كنت تعطيه هذه الدراجة الهوائية فاحرص على أن تنبهه وأن تحذره من السيارات، وعليك أن تنصحه بأن يسير وفق إشارات المرور. علمه وفهمه، لا تعطيه هذا السلاح القاتل، هذه الدراجة الهوائية، لا تعطيه هذا السلاح. أسمي الدراجة الهوائية سلاح، لأنني شاهدت مواقف كثيرة لفتيان والله كالمنتحرين، وكأن أحدهم ينتحر، يدخل بين السيارات ثم يتزحلق ثم يقع فتدهسه السيارة. اعلم أيها الأب أنك مسؤول، احرص على أن تشرح على الأقل لأبنائك خطورة هذه الدراجة، الدراجة الهوائية أو الدراجة النارية. يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهليكم نارا، حذر ابنك، نبهه، وعيه، حذره يا عبد الله حتى لا يقع في المهالك فيموت فتقول يا ليتني ويا ليتني.